السلام عليكم. هل تعلم أن جلوسك على سريرك من الممكن أن يكون أعظم أبواب البر وأفضل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى؟ كيف ذلك؟ تابع هذه المقاطع. أولاً، حاول أن لا تكون في سريرك مساء قبل النوم إلا وأنت طاهر، يعني إلا وأنت متوضئ، لأنك إذا بت طاهراً يحصل لك فائدتين عظيمتين جداً. الفائدة الأولى دعاء ملك لك كلما تحركت في الليل. صح في الحديث: ما من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره، يعني في ثوبه، ملك. ما تحرك ساعة من الليل إلا وقال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. الفائدة الثانية استجابة دعائك. صح في الحديث: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل، يعني يستيقظ فيذكر الله ثم يسأل الله سبحانه وتعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. لا تنم إلا وأنت تنوي قيام الليل. صح في الحديث: من أوى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوى إلى فراشه فكبر الله 34 مرة، وحمد الله 33 مرة، وسبح الله 33 مرة يعطى قوة أفضل ممن معه خادم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فعجبا لكثير منا كيف يتركون قراءتها رغم قصر حجمها وعظم أجرها. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيات، من قرأها في ليلة كفتاه. ولكن كفتاه من ماذا؟ كفتاه من شر الإنس والجن وسائر المخلوقات، وأجزأتاه عن قيام الليل في هذه الليلة إذا لم يقم الليل، وأغنتاه عن أن يطلب الأجر في غير هاتين الآيتين، فخيرهما كثير. هذه كنوز قبل النوم، أذكر بها نفسي وأذكرك بها أخي في الله. فانشر هذا المقطع لعل إنسانا يطبقها فيكون في ميزان حسناتك إلى قيام الساعة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.